وكثيرة هي المبادرات الحكومية اللي بتقوم على مبدأ الكشف المبكر، واللي الحكومة المصرية أولت ليها جهد كبير وخصصت ليها كوادر طبية وخصصت ليها موارد مالية. من أهم المبادرات اللي شفناها ربما مبادرات للكشف عن سرطان الثدي ومبادرات للكشف المبكر عن أشياء كثيرة. النهاردة بنتكلم عن مبادرة مهمة جدا اسمها مبادرة صحة الرئة. صحة الرئة باعتبار أن الرئة هي العنصر الأهم بعد الكورونا وبعد أحداث صحية كثيرة. المبادرة دي بتستهدف الكشف المبكر عن مرض الانسداد الرئوي بين المدخنين، وده باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس. المبادرة دي أيضا بترفع الوعي الثقافي بخطورة التدخين وبضرورة الإقلاع عنه. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور عوض. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. إزاي نستطيع أن احنا نقي المصريين من مخاطر كثيرة عبر هذه المبادرة الجديدة؟ شوف سيادتك، السد الرئوي أو الانسداد الشعبي الرئوي المزمن ده مرض بينتج عن تلوث البيئة من ناحية، والسبب الرئيسي المهم دي هو التدخين. وكل الواحد مدخن عدد سجاير أكتر لفترة زمنية أكبر، كل ما كان عرضته للتعرض وحصول هذا المرض أكتر. المرض ده بينتج عنه تغيرات في الشعب الهوائية، دي في الشعب الهوائية اللي هي بتدخل الهواء وتخرجه، انتفاخ في الرئتين أو انفيزيما، وطبعا العملية تراكمية، وبينتج عنها في الآخر صعوبة كبيرة في التنفس نتيجة لهذا المرض. واحنا دائما ننبه لهذا ونحذر من هذا، سواء التغيرات البيئية أو نتيجة للتدخين، وبنقول دايما ان كل الواحد مدخن فترة زمنية اكتر وعدد اكبر من السجاير، كل ما كان عرضته لحدوث هذا المرض اكتر. المرض ده تراكمي، بيتكون على مدى عدة سنوات، ثم في الاخر المريض بيبقى معوق فعلا، لانه الرئة بتاعته لو الجهاز التنفسي اللي هو بيعمل دخول بيعمل تبادل الغازات بيتأثر بهذا. ألف سلامة. فهذا السبب احنا دايما خصوصا المهتمين بالصدر او الجهاز التنفسي دايما نحذر من عادة التدخين. أكيد. طيب دكتور، لو جينا قلنا إن إحنا عارفين إن بالفعل زي ما حضرتك قلت قد يكون في عدد كبير من المدخنين أو بيدخنوا بقالهم فترة طويلة، نقدر نقول إن إحنا في الفترة القادمة بنستهدف علاج كام مريض من السدة الرئوية لو عندنا أرقام تقريبية؟ سيادتك إحنا الهدف حاجتين، هدف وقائي وده المهم جدا، إن إحنا اللي بيدخن انه خليه يتوقف عن التدخين او يمتنع عن التدخين. لان لو استمر يدخن يبقى اذا العمليه هتزيد وحدوث المرض هيبقى اكبر ونسبه التغيرات تبقى اكثر واستجابه العلاج هتبقى اقل. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا بنمنع الذي لم يدخن ان هو يدخن. فاذا احنا بننبه المدخن يمتنع عن التدخين حتى لا تتفاقم الحاله، واللي ما بيدخنش نتمنى الا يدخن. ماشيين على خطين في التوازي. مهمه جدا. نعم. ماشيين على خطين في التوازي في المبادره في نفس الوقت. بالظبط. تمام. ثم اللي عنده بقى سد رئويه او انسداد شعبي هوائي مزمن، اول حاجه يمتنع عن التدخين. نقلل من تعرضه لاي ابخره او ادخنه او المسببات الاخرى، ثم نبدا نديله العلاج عشان نحسن حالته. بنعمل ايه؟ يعني ايه جهاز وظائف التنفس؟ بنكشف ازاي؟ بنعرف ازاي في يعني الشعيرات
بنسبة كم في المية متضررة أو مش متضررة؟ اللوجيستكس عاملة إزاي يا فندم؟ سيادتك هو الجهاز اللي بيقيس وظائف التنفس، المريض بياخد نفس وينفخ، بنقدر نشوف الساعة التنفسية بتاعته طبيعية ولا لا. كل واحد بالنسبة لوزنه لسنه لجنسه بيبقى ليه رقم معين طبيعي، فبنشوف اللي جابه كام ونحطه على الاكسبكتد بتاعه المتوقع وتطلع نسبة مئوية. كل ما تأثرت وظائف التنفس بنسبة مختلفة كل ما كان التغيرات التي حدثت في الجهاز التنفسي عنده أكثر وعرضته للمشاكل الصحية أكثر. لو سيادتك شفت العيان ده بتاع السدة الرئوية اللي وظائف التنفس بتاعته قلت جدا، يعني أقل مثلا من 50%، يعني بنقول إن المفروض يجيبوا رقم الفلاني، واللي جابوا فعلا رقم الفلاني بيتحط على بعضيهم وتطلع نسبة مئوية. اللي عنده النسبة دي أقل من 70% طبعا يبقى تأثر فعلا. اللي بتكون وصلت أقل من 50% بتأثر أكتر، واللي أقل من كده بتأثر بشدة. فكل مرحلة من دول أو كل تغيرات بنسبة معينة مئوية تؤيد تدي العيان تصنيف معين في خطورة المرض. وطبعا كل ما وظائف التنفس تأثرت كل ما معناها ان التغيرات اللي حصلت عنه اكتر. طبعا في علاجات، لكن لو قدر يوفق، وسيادتك كل الابحاث العلميه بتقول ان استمرار التدخين في هذا المرض، المرض بيبقى مستمر بيتفاقم، العيان بعد كده اللي احنا بنشوفه اكلينيكيا بيبقى عنده صعوبه شديده في التنفس، في سعال، في بلغم، في تزييق في الصدر، فالعيان بيبقى معوق فعلا نتيجه لهذا المرض. دكتور ربنا يبعد يعني ان الحالات تتفاقم، ولكن لو وصلنا لمراحل زرع الرئه هل ده بيتم في هذه الفتره وبيتم التعامل معاه بسهوله، ولا الموضوع لسه مازال مش سهل؟ لا خاصيتك الحمد لله، احب اقول لحضرتك ان تم زراعه رئه في مصر لاول مره في مستشفى جامعه عين شمس، تخصصي جامعه عين شمس، فريق طبي كبير جدا مكون من تخصصات متعدده، وعمل استمر لعده سنوات حتى يتم الاستعداد لهذه العمليه. فريق طبي سافر وفي خبراء موجودين من الخارج، وتم تدريب هذا الفريق وتم اجراء اول عمليه لزراعه الرئه من حي من احياء لاول مره في جامعه عين شمس. عظيم. لكن طبعا احنا لا نتناهى، هو في اسباب كثيره بتحتاج زراعه الرئه، السد الرئوي او الانسداد الشعبي واحد منها، لكن ممكن تليفات الرئه، ممكن اسباب اخرى كثيره، لكن نجاح العلماء والاطباء في مصر، احتمال كان في زراعه كبد قبل كده، في زراعه كلى، لكن اول مره يتم زراعه الرئه من احياء. ممكن يعني ممكن نبني على ده ازاي يا فندم، ونبني يعني قصه ان احنا يبقى عندنا مراكز لزراعه الرئه بعد كده، هل يعني في مستقبل لهذا الامر ويبقى عامل ازاي؟ طبعا احنا بدانا زراعه الكبد من زمان، وتدريجيا بقى فيه كوادر طبيه رفيعه المستوى قادره على هذا. عمليه زراعه الاعضاء دي عمليه حساسه جدا، عمليه تقنيتها عاليه جدا، تكلفتها عاليه جدا، اختيار المريض سواء اللي يتنقل له الرئه او يتنقل له الكبد او الكلى، يعني باختيار دقيق جدا بمعايير كبيره جدا. فالحقيقه وصلنا لهذه المراحل، والرئه طبعا من اصعب عمليات الزراعه، لانك عشان تزرع جزء من رئتين، فص من فصين في الرئه لواحد مريض، لازم يكون عندك اثنين متبرعين، يعني مش واحد بس من احياء، بتاخد فص من واحد وفص من واحد ثاني. فطبعا عمليه كبيره جدا. صحيح. في اثناء العمليه انت بتشتغل في ثلاث اوض عمليات، اوضتين لكل متبرع، الاثنين متبرعين، والاوضه الثالثه للمريض اللي ينقل له العضو.
فعملية كبيرة جدا طبعا. وزي ما قلت لسيادتك فيها تقنيات رفيعة المستوى. الوقاية خير من العلاج زي ما حضرتك بتقول دكتور عوض، محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. كل الشكر لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك.